كوني تيوا منا. اليوم يا جماعة الخير جبت لكم أفضل 7 قتالات في تاريخ الأنمي وحسب تقييم IMDb. الموقع هذا يصنف كأكبر موقع للتقييم في تقييم الأنميات، تقييم الكرتونات، تقييم مسلسلات، أفلام. ومن هذا الموقع استخرجت أفضل 7 قتالات في تاريخ الأنمي وسنشاهدها مع بعض. وبس بدون إطالة أكثر، فجروا زر اللايك وخلونا نبتدي. نبدأ بأول قتال معانا، وعندنا قتال لوفي ضد كاتاكوري، واحد من أفضل القتالات في ون بيس، حيث كانت تعم الهيبة من جانب كاتاكوري، ولوفي الذي يملك عزيمة لا تكسر. وأجمل ما رأيت هو اصطدام الهاكي الملكي وتحمل لوفي للضربات المؤلمة، وأيضا شهامة كاتاكوري كرجل حيث طعن نفسه عندما علم بتدخل أخته فلامبي، وأيضا طور سنيك مان الذي جعلني أتحمس لأبعد الحدود. فباختصار واحد من أجمل وأقوى القتالات في ون بيس هو قتال لوفي ضد كاتاكوري. والقتال التالي معانا عندنا قتال راينر وإيرين من الموسم الثاني من هجوم العمالقة. أحد أكبر الصدمات اللي شفناها في تاريخ الأنمي هو اعتراف راينر لإيرين أنه هو العملاق المدرع وأن بيرتولتو هو العملاق الضخم. هكذا بدأ واحد من أفخم القتالات في تاريخ الأنمي. اشتعل القتال بين إيرين وراينر في مشهد حماسي ومشاعر ملخبطة من إيرين، وقد استخدم إيرين في هذا القتال قوة عملاقه للتصدي لراينر، وسعى للانتقام وحماية أصدقائه، وكما اعتمد على قوة آني للتنقل بسرعة في الغابات. من جانبه حاول راينر باستخدام قوة عملاقه لتصفية إيرين وإعادته إلى الجدار الداخلي، وقد كان هذا القتال ملحميا ومثيرا جدا، وصنف واحد من أفضل القتالات في تاريخ الأنمي أجمع. هجوم العمالقة عندنا قتال إيرين من جديد، لكن دي المرة ضد العملاق المطرق من الموسم الرابع من البارت الأول. القتال هذا جمع ليري تايبر وإيرين، وكانت الأحداث جدا فخمة، وشاهدنا حضور كل الشخصيات الفخمة. عندنا 6 عمالقة في ذاك الحدث، وما ننسى فيلق الاستطلاع بقيادة الكابتن ليفاي. بدأ هذا القتال بعد إعلان ويلي تايبر الحرب، وسرعان ما إيرين تحول والتهمه بدون رحمة، وبعدها تدخل العملاق المطرقة الذي كان بقيادة ليري تايبر. وهذه كانت أول مرة بنشوف فيها عملاق يستطيع أن يتحكم عن بعد، يعني بدون أن يكون داخل العملاق نفسه. القتال هذا شفنا أيضا كيف أكل إيرين لارا تايبر عن طريق استعمال عملاق الفك. وفي المركز التالي معانا من جديد عندنا قتال من هجوم العمالقة. يس، هذه المرة عندنا قتال ليفاي ضد زيك أو العملاق القرد. أحداث هذا القتال كانت دراماتيكية وفي نفس الوقت مولعة. شفنا كيف إيروين سميث وجنوده ضحوا بأنفسهم من أجل البشرية ومن أجل أن يمر ليفاي إلى العملاق القرد وأن يجلب، واستطاع أخيرا ليفاي الوصول له. كان في قمة الغضب ولم يجعل له أي فرصة للدفاع عن نفسه، وحرفيا حوله إلى شاورما. كان قتال جدا فخم، وللأسف فقدنا فيه أحد أفضل الشخصيات في تاريخ الأنمي، فكرسوا قلوبكم. We'll be right back.
التالي عندنا جوكو او جوكو ضد فريزا من دراغون بول زد. معلومة اذا ما كنت تعرف، قتال جوكو وفريزا هو اطول قتال في تاريخ الانمي في 37 حلقة. اتذكر اني كنت اشوف هذا القتال طول السنة في سبيستون، وما شاء الله سبيستون ما قصرت وكانت تعيد نفس الحلقة كل يوم. نرجع للقتال، شفنا فريزا كان تحول يمكن 6 أو 5 مرات، وايضا شفنا موتات عنيفة كيف ان انفجر كريلين وفيجيتا مات بمشهد دراماتيكي، وايضا كوكب ناميك كان على وشك الانهيار، لكن جوكو لم يستسلم واستعمل كل قواه لهزيمة فريزا. وتحديدا لما مات كريلين اشتعل جوكو غضبا وتحول الى تحول سوبر ساينس، وبعد معركة طويلة وملحمية نجح اخيرا جوكو في هزيمة فريزا وارسله الى الفضاء البعيد. قتال اكازا ضد رينجوكو في فيلم القطار لا نهائي. القتال ده شفناه في الفيلم وشفناه كمان في الحلقات 7 اللي عرضوها قبل الموسم الثاني. افضل حدث في الفيلم القطار لا نهائي هو قتال رينجوكو ضد اكازا، واتوقع الجميع يتفق معي. جمع هذا القتال هاشيرا النار رينجوكو اللي يعتبر واحد من اقوى الهاشيرا، والقمر العلوي الثالث اكازا الذي كان قويا جدا. كان هذا القتال واحد من اكثر القتالات التي كانت متكامله من كل النواحي، لا من ناحيه التحريك خرافي من استوديو يوفو تيبل، والاوستات التي كانت تدخلك الى جو العمل وجو القتال، وما انسى هذا الاوست. وما انسى ايضا التقنيات البصريه والمؤثرات الصوتيه، كيف كانوا يحركون الكاميرا. يا اخي استوديو يوفو تيبل عالم تاني، حتى مؤدي الاصوات اتقنوا دورهم بشكل خرافي. القتال هذا مع انه كان حماسي جدا، لكن في النهايه تحول كل ذاك الحماس الى حزن رغم تقدم كيوجيرو في البدايه، الا ان اكازا فاز بالاخير، وللاسف الشديد ودعنا شخصيه رينجوكو. ومات رينجوكو وهو يبتسم في مشهد ما عندي كلمات لاوصفه، مشهد عظيم جدا. في المركز الثاني عندنا ناروتو ضد ساسكي، احد اكثر القتالات المنتظرة في عالم الانمي كان قتال ساسكي وناروتو. كانت هذه المعركة استكمال لصراع طويل دام اكثر من 500 حلقة. كان ناروتو يتطلع لإعادة ساسكي إلى قرية كونوها ولتنقية قلبه ومساعدته في التغلب على الظلام الذي كان مسيطرا عليه، وبعد العديد من الهزمات المتبادلة من كلا الطرفين تمكن ناروتو في الأخير من إظهار التأثير الإيجابي لدى صداقته مع ساسكي. في المركز الأول عندنا قتال جوكو ضد زيرين من دراغون بول سوبر، اعلى قتال تقييما في تاريخ الانمي. تجمع جوكو وزيرين في ارك الاكوان لقتال بعضهم البعض، كان امل كوكب الارض على ايدي جوكو. نزال هذا كشف لنا قوة زيرين الخرافية، خصم الشرس لجوكو، لكن مع ذلك جوكو ايضا لم يكن سهل، قد حصل على تحول جديد وهو الغريزة القصوى، والتي اكتسب منها صفة الابتعاد التلقائي عن الهجمات، واضافة الى ذلك زادت قوة الضربة لدى جوكو وايضا دقتها. في الاخير انتصر جوكو على زيرين في مشهد فخم واسطوري، ومع تحول كان من افخم التحولات في عالم الانمي اجمع. وبس يا جماعة الخير، اتمنى يكون على عجبكم المقطع، اخبروني في التعليقات ما هو افضل قتال بالنسبة لكم، اعطوني قائمة لكم توب 5 او توب 10 لافضل 5 قتالات او افضل 10 قتالات بالنسبة لكم. ولا تنسوا دعمنا بلايك ونشر هذا المقطع في كل مكان، وصلوا المقطع لأكبر عدد ممكن من اللايكات. شكرا جزيلا من كل القلب على المشاهدة، ونلتقي مقطع آخر إن شاء الله. جانا منا.